كاين فيكم اللي جرب الحب من طرف واحد، وكاين فيكم اللي بغات شي واحد واجتهدات في طريق ربي غير باش يعطي لها داك الشخص اللي بغات. فدوى هي واحد الشابه اللي عشقات من قلبها واحد الاكس واحد المده اللي هي طويله، ما غاديش نقول لكم شنو وقع في الاخر باش ما نحرقوش المراحل تاع الحكايه، ولكن هذه القصه قد ما هي غريبه قد ما بزاف اللي تيعيش نفس القضيه، واللي فيها غادي تعرفوا وتستافدوا انه قبل ما كنعطيو شي حاجه فيها مجهودنا العاطفي خاصنا نفكروا بعقلانيه واش صالحه لينا ولا لا. حكايه الليله فكرتني في البرتقاله المره، نمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومنكم هنيه حوالكم طيبه. مرحبا بكم معنا على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم، كنبعث لكم احلى التحيات والسلام. فقبل ما غادي نبداو في حلقه الليله ما تخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لما تيكلفكم حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا فرق كبير، وتشاركوا هذه القصص وهذه الحكايه مع القريب والبعيد باش كل شيء يستافد. خير ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا فدوى وانا في الباك كانت ماتت جداتي، وفي ديك 40 يوم جات عندنا واحد السيده اللي خالتي كانت رباتها شحال هذه من وهي صغيره، جابتها معاها للمدينه وحسبتها من العائله. ديك السيده فاش جات لعندنا كان وصلها ولد اختها، وانا ما كنتش كنتسوق ليها لانه بحالها بحال كاع الناس الاخرين. هاد ولد اختها فاش جابها غادي يوقف قدام الدار، انا الخرجه اللي كنت خارجاها من دار العزو درت جات عيني في عينيه، وهاد الشوفه بالضبط هي اللي غادي تبدا فيها قصتي. الشوفه اللي شفته قلبي بدا كيضرب، فمشيت لا شعوريا سلمت عليه، قال لي لاباس لاباس. وجات واحد اللحظه نتاع الصمت اللي فيها تيشوف فيا وتنشوف فيه، كان عند بالي بلي انه تقدري تشوفي شي حد تيعجبك وتقولي او وتمشي تنقزي لحاجه واحده اخرى، لكن انا حياتي من داك النهار تقلبات، لانه ببساطه كنت عايشه مزيان وما خصني حتى شي خير، والديا عايشين في الخارج وما ناقصني والو، مشى هو بحالو لكن انا بقى لاصق ليا في راسي، لدرجه غير كنجلس كنطيح ليا في بالي مباشره ديك اللقطه ديال السلام لاباس. دخلت في واحد المرحله انني بديت كنحلم به وتطورت العلاقه في راسي، ولقيت بلي انه قلبي تيبغيه علما انني ما تنعرف عليه حتى شي حاجه، وما بقيتش شفته من داك النهار. تنقول راه ما يمكنش انني نبغي واحد ساكن في مدينه واحده اخرى واول مره غادي نشوفه، وكيفاش هو اصلا غادي تفكرني، كيفاش وغادي ندير نوصل ليه. دخلت في واحد الدوامه اللي كانت صعيبه بلا قياس، وبلاصتو غاديه وكتكبر في قلبي، وليت ندخل جوجل تنقلب على المعنى ديال انني بغيت شي انسان وشفته مره واحده كيفاش يكون مكتوب ليا. استمريت في البحث حتى لقيت بلي انه بقيام الليل كل شيء ممكن، وهنا بديت كنديرو. وفي اي صلاه كنت اقرا القران، وفي اي صلاه تيقني بلي انني كندعي الله انه هذا الشخص يكون من النصيب ديالي، وليت مريضه في راسي به لدرجه وليت تنقول اذا ما كانش هو ما غاديش نتزوج بشي واحد اخر، كتجيني صعيبه انني نتقبل شخص اخر، ولو كاع الرجال تيبانوا ليا خايبين وما صالحينش ليا الا هو، لدرجه انه كاع الرجال تيبانوا ليا فيه هو. لدرجه وليت كنبكي كيف الحمقى، وغاديه جايه كندعي، وكنكون ناعسه بالليل حتى كالخرصي كندعي فمي غير هو، غير مجرد انني كنفكر ما غاديش يكتب ليا كنبغي نحماق، يبغي يدخلني في راسي الحماق. ومع كان عندي الباك ديك السنه كانت عباد الله مشغوله، انا كدعي مولانا باش انها تنجح، وانا بحيله ما عنديش، تنطلب الله غير داك الشخص يكون من نصيبي وصافي، ما عندي لا هدف ولا حلم من غير هذاك. فلقيت في البحث ديالي ايضا بلي انه داك الانسان اللي كتبغي ما خاش يكون بيناتكم تواصل باش ربي يكمل عليكم بالخير، وما تسماش بلي انها علاقه في الحرام. واحد النهار وانا جالسه تنفكر حتى نط دخلت الفيسبوك ديال خالتي اللي عندها خالته واللي كنت عارفه سميتها وحتى كنيتها، فبديت كنقلب عليه هو كيفاش داير شنو حاط، غادي نلقاو لقيتو مبدل على داك الوجه نتاع داك النهار لانه دازو شهور طوال على داك الحب ديالي من طرفه. ملي لقيتو سكرينيتو لبنت خالتي اللي كانت حتى هي في الجنازه وكتعرفو، وصفتو ليها واش اختي هذا هو داك الدري اللي كان ديك النهار في الجنازه، قالت لي لا فدوى ماشي هو. غادي نسكت ولكن قلبي تيقول ليا لا راه هو هذاك داك اكس. صليت الاستخاره وقلت يا ربي يا ربي عطيني شي علامه تبين ليا بلي انه هذا السيد اللي تنبغي هو هذا، راني بغيت غير نعرف حيت هذا الشيء اللي تيقول ليا قلبي. تخيلوا معايا غادي نصلي في بيتي وانا هابطه في الدروج باش انني نمشي لقرايتي، حتى كنلقى ماما كتشوف التصاور ديال من كان السبوع ديال بنت خالته اللي ولدات، وانا نسولها شنو كتشوفي، قالت لي هاد التصاور صيفطاتهم ليا خالتك واللي فيهم هو. مشيت عند هاد بنت خالته اللي كنعرفوها، طلع لي غادي نطل كيبان ليا هو
ديك الساعه فرحت وجاتني البكيه وتخربقت وما عرفت شنو غادي ندير. قلت الحمد لله ربي استجب ليا. صافي هنا تاكدت باللي انه اللي شفت في الفيسبوك هو هذا. مشيت لدارنا وانا غادي نطير بالفرحه لانه هو، ولكن عمرني ما تجرأت انني صيفط له ميساج وبقيت كنلح في الدعاء ديالي مع قيام الليل والاذكار، وكنطلب كل مره اشاره من عند مولانا، وفعلا كل مره كان يجيني جواب، يا اما تنشوفو فشي حلمه يا اما دارنا تيهضروا لي عليه. تخيلوا عمرني ما عرفتو حتى اصلا واش كاين في الحياه، فاش عرفتو ولا كلشي كنلقاه كيهضر عليه قدامي، والكلام اللي كانوا تيقولوا عليه خلاني انني نزيد نبغيه غير الكلام الزوين. بقيت بحال هكا تخيلوا معايا لمده عامين اللي جمعتها غير الفم، ولكن في التفاصيل دازت عليا صعيبه لانه ما قدرش نتعرف على حتى شي حد من غيره، وتنقول لا ما نقدرش نخونه، وكلشي تيبان ليا خايب وباغا خير هو. والديا جا الوقت ديالهم باش انهم يمشيو ورجعوا في حالهم. انا بقيت عايشه بوحدي في ديك الدار، دخلت في اكتئاب ومرضت في صحتي، وليت غير قاعده وتنخمم فيه. انا صغيره في السن ولكن تنعيش في صحتي في سن اللي هو كبر مني. كل مره كنت كنطيح فيها كان ربي تيعطيني شي رؤيه اللي كتحفزني باش انني ما نستسلمش ونبقى مستمره في الدعاء. حتى لواحد النهار عييت ما نصبر وحتى شي نتيجه ما بغات تبان، كنقول ضروري خاصني ندير شي حاجه. فبما انه هو استاذ ديال واحد الماده انا غادي ندير واحد الحساب وهمي. دويت معاه على اساس باللي انه بغيت ساعات اضافيه، جاوبني ودرت انا وياه باش نتلاقاو في المدينه الفلانيه فين هو تيسكن. تلاقيت به، فاش شفته من بعد حسيت بالخلعه، جاتني الدوخه وما بقيتش قادة نوقف، وانا نقول لا ما نقدرش ما خصنيش ندير بحال هاد التخربيق. مشيت في حالي بلا ما يشوفني. واحد نهار الجمعه جلسه ما بيا ما عليا، غادي نفيق الصباح وغادي نهز التليفون ديالي حتى نلقى الميساجات ديال الوالده وخالتي مصيفطه ليا الهضره ديال بنت خالته اللي فيها كتقول بلي انه بغينا شي سيده تقابل لنا بنتنا الصغيره. خالتي اصلا كانت باغياني تكون بيني وما بينه علاقه لانها كانت حاسه، فغادي تصيفط ليا راه ديك السيده اللي جات عندنا ديك النهار بغاتك تجي عندهم للدار باش تقابلي ليهم بنتهم، وانت جالسه غير بوحدك في الدار، دابا طرا لك شي حاجه. والله العظيم الى اخر حاجه كنت متوقعها هي هذه. مشيت للمدينه فين كاينين وسكنت معاهم، كنت شاده البنيته الصغيره وكانت معايا حتى خالتي. الدوره اللي غادي ندور فيها وجهي غادي يجي في وجهه. صدمت لانه ما كنتش عارفه باللي انه ساكن في نفس العماره ونفس الطبقه والباب قدام الباب. سلم عليا كانه عمره ما شافني، وانا كذلك غير انا تزيرت وليت حمراء. بكيت بالفرحه وقلت الحمد لله انه هذا الانسان انا ما عارفه عليه والو، واخيرا وليت قريبا عارفه عليه كل شيء. يوميا كنشوفه نهار على خوه، وتيجي يقير معانا وياكل معانا في جميع الوجبات. المهم هو في الاول كان كيتهرب مني وكيعاملني واحد شويه خايب، ما مسوقش ليا، كيتجاهلني بلا قياس بحال انا ما كايناش، هو كيشوف فيا بنص عين وانا كذلك، وبحال كان شاد معايا العكس. انا ما رضيتش، حتى انا كنت شديت معاه العكس ولا قلبي تيضرني، وكنبكي كل ليله شوف كيفاش تنحماق عليه ونبغي هو تيعاملني خايب. بقيت واحد المده تاع 5 شهور على نفس التعامل، وانا تندير راسي بلي انا كاع ما مسوقه، ولكن تنحس بالموت، تنقول علاش يدير معايا بحال هكا، خليته على خاطره وحتى سلام ما تنقولها ليه. وانا واحد النهار تندوش تعطلت غادي يخبط عليا الباب، راني ساعتين كنتسنى وانت جالسه تما. بكيت وبقى فيا الحال وقلت علاش ما احترمنيش. تناقشنا وتاكدت بلي انه ما عندوش معايا، ميكس عليه بصفه نهائيه، ولكن عمرني ما قدرت انني نكرهه ولا نحقد عليه. تنمثل عليه بلي انه ما عنديش معاه، ولكن قلبي كان ديما تيبغي وتيحماق عليه. غادي نتلاقى انا وياه في الزنقه، هو جاي من الخدمه وانا كنت غادا نتسخر شويه، جايين مقابلين مع بعضياتنا، وانا داك كنا مناقشين ما تنهضروش. غادي يقول لي السلام، صدمني كيفاش هذا تيقول لي السلام وانا وياه ما تنهضروش، زعما بغى يتصالح معايا. جاوبته وداز ودز، والدوره اللي غادي ندور حتى هو دار فيها. من تما ولات العلاقه ديالنا مزيانه. تيدور وتيقول لي السلام، كيهضر معايا كيسولني، وانا كذلك اذا احتاجت شي حاجه كندق عليه تيعطيها ليا. ولينا كنتصرفوا عادي، كنجلسوا مجموعين مع العائله وكنضحكوا. هو بدا تيشوف فيا الشوفات ديال الاعجاب وانا كذلك، ولكن ديما تنقول لا فدوى جمعي راس، ما خصكيش ديري بحال هكا، ربي ما غاديش يبغي، حيتاش انا ماشي من النوع اللي كيدير العلاقات او اللي كيخرج مع الدراري. هو تنبغيه، ولكن عمرني انني طلبت ربي انه نكون الخليله ديالو، ديما تنطلب مولانا يكتب ليا الحلال معاه فقط. هو من النوع اللي عنده هذه صديقه ديالي وعادي تجي تجلس معايا وعادي نخرجوا مجموعين، انا ما تربيتش وسط هذه القضيه. هو كانت كتجي عنده واحد البنت صديقه ديالو
كيقول لها راكي اختي وعادي، ولكن انا كنت كنتقرص وكيبقى فيا الحال وتنقولوا هادي الخليله ديالو، وكان بدا كنجبد المواضيع مع عائلته غير بالفن، حتى كنعرف بلي انه لا محل اعراب ديك البنت في حياته، حتى كياكدوا لي فعلا بلي انه شي 5 سنين وهما معارفين على بعضياتهم على اساس اصدقاء فقط. حتى غادي تبان واحد البنت وحده اخرى في حياته اللي حطت عليه يديها واحد النهار، واللي غادي يخليني هذا الامر انني نكتئب ونهز حويجاتي ونمشي فحالي لدارنا. ولكن رغبتني بنت خالته ورجعت عندها، كان غير عليه واخا ما بيناتنا والو، قتلتني الغيره وبصفتي حتى شي حاجه في حياته، هو حس بيا وعاق بيا ولكن ما دار حتى شي مجهود، دازت عليا ايام كحله ما كنشوفش فيها الضوء. دابا في قصتي ديال اليوم بغيت نعرف شنو خاصني ندير، عييت ما نصدق وندير قيام الليل وندعي باش انه يكون من نصيبي وندير الخير فين ما مشيت، غير باش بنادم يقول لي الله يعطيك ما تمنيتي وانا نقول راني تمنيته هو. صاحبتي وبنت خالتي عارفين القصه ديالي وتيقولوا لي راكي غير كتخربقيها في دواء، وانا ما عارفاش شنو خاصني ندير وقلبي ما بغاش يتخلى عليه. تخيلوا معايا 4 سنين دازت في حب من طرف واحد وانا معاهم وكنحس به قريب ليا، وانا كذلك. وكان قال واحد النهار لخالته بلي انه الخليله ديالو اللي هو معاها اليوم راه غير عزيزه عليه، ولكن ما تيبغيهاش وما ناويش معاها شي حاجه، لكن هو تيدير شي حركات وتيعطيني بعض الاهتمامات اللي تيبين ليا فيهم بلي انه كيحس بشي حاجه من جهتي. انا اليوم كنتسنى ورقيه يخرجوا ليا اللي صيفطوهم ليا والديا باش نمشي لعندهم، ولكن في نفس الوقت ما قداش نرجع ونتفرق عليه، مع انه غدا ولا بعده يقدر يبني حياته وينساني. واللي نسيت ما قلت لكم بلي انه راني شديت الباك وقريت واحد السنه في لافاك، لكن بعد فاش مشيت عند بنت خالته حبست قرايتي، وانا اليوم راني معاها وكنشوفه كل نهار وراني يلا تفرقت معاه. هذه هي حكايتي، قولوا لي شنو غادي ندير. وهذه هي كانت حكايه فدوى يا ساده يا كرام، خليوا الاجوبه ديالكم ليها وفيدوها شنو غادي دير. اما باختصار مفيد راه باين الجواب، اذا دعيتي بعدا اولا وصليتي ودرتي قيام الليل وربي ما عطاش لك واحد الشخص ولا واحد الحاجه حيتاش لمصلحتك انتيا وما غاديش تصلح لك، ولعلمك ايضا بلي انه صارت الاستخاره راه كتصلى مره واحده في واحد الامر اللي هو معين. شوفي شحال ضيعتي في عمرك في حب من طرف واحد، وفي الاخير شوف واش اصلا غادي تكون شي حاجه ما بيناتكم ولا لا. نصيحتي ليك كاخت، قدي الوريقات ديالك وسيري بني حياتك وما تصنطيش للهوى ديالك للفارغ، وما تكبريش وحاولي انك تجاهلي باش انك ما تساليش هاد الاحاسيس بطريقه اللي هي سلبيه. ما بغيتش ليك تعيشي نفس الاحداث ديال البرتقاله المره، ولكن ايضا ما تفرطش في الاجتهاد مع ربي اللي بديتي فيه. اذا ربي صيفط لك هاد الشخص انه يكون سبب باش انك تقربي لمولانا، تخلي عليه من اجل مولانا، ومولانا غادي يعطيك حتى يرضيك. هذا هو كان رأيي، كنتسنى الرأي ديال المتابعين الكرام. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام سلام.